يلا 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 ما عليكم ما عليكم. وات ناني وات وات شلون شو قاعد يصير؟ معلق بالسماء وضرب ما حسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سبايدر، رجعت لكم بمقطع جديد عن فورتنايت. بمقطع اليوم يا شباب لاحظوا شو اللي جايبه معي. طبعا راح احكي لكم شو اللي صار. اولا اخي الصغير عنده سيت اب خاص فيه، فبهذا السيت اب السماعات عنده انقطعت، الهيدفون يعني الجيمينج انقطعت، فما بقى احسن انه يلعب بالالعاب ولا يلعب فورتنايت. فمثل ما شايفين امامكم جبت له هاي السماعات، انتظرت لحتى وصلت من الشحن يومين، حتى راح احط لكم مقطع انا عم افتحه، يعني انه عن جد وصلني من الشحن. حاليا انا شو رح اسوي؟ رح اتحداه تحدي، مثلا اذا جاب عدد كلات معين رح اشحن له في بوكس بحسابه، لكن اخر شيء ان فاز ولا خسر رح اعطيه هاي الهديه ونشوف ردة فعله، لان عن جد يعني هو بحاجه لها، ما عم يحسن انه يلعب. فيلا ما رح اطول عليكم، بس اذا كنت جديد بالقناه بتمنى منك انك تشترك وفعل التنبيهات حتى توصلك كل المقاطع الجديده. وصلوا هذا المقطع ل 10000 لايك، 10000 لايك لاول مره بطلبها. فيلا خليكم مع المقطع. اوكي يا شباب، مثل ما شايفين امامكم حاليا بعد ما قلنا المقدمة انه رح سوي مع اخي تحدي 5000 في بوكس، يعني اذا فاز وجاب 10 كيل رح اعطيه فرصتين، اذا جاب 10 كيل رح اشحن له بحسابه 5000 في بوكس. فاوكي يا شباب هلا خلونا ندخل الى فورتنايت ونبدأ بالتحدي. كافو اسطوره، لا تضرب لا تضربها. يلا الثاني شباب، مع انه الباكت لوس قاعد برتفع 4 7 10، فعن جد بيصير لاك. حتى لو البينج واحد الباكت لوس برتفع بعد يصير عندك لاك. يلا هاي الثاني، روح لوت خذ موارد من الاول. اجا واحد، يلا يا كف، صار فوق. ما دمج. اوه اسطورة. يلا اثنين كيل، ما انتبه طلع انه دمج. يلا لوت، في اثنين اقل شيء، اثنين بهاي في مكان مخفي. عليكم. اوه اسطورة، لبكت والله العظيم. ضرب واحد، اجا واحد بسرعة بسرعة. اس ام جي، احاول تسكر يعني تطلع لفوق. خلاص انتبه يجي من الشباك اليمين. اوه هذا محترف، حاول تهرب تعبي شيل. ما هو تكتيكال؟ اوه ماي جاد. حلو. ها طلع شفته؟ من هون. والله ملك والله. انا ما بعرف اعدل هيك والله. انا ما اوه لا 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 يا رب. يلا انزل يا كف، انزل حاول تموت. لمين ها؟ ما بعرف بس حاول تهرب شوي. اشرب مني. يلا سكر. ضرب التكتيكال هيدو. يلا بي ان شاء الله. ضرب واحد والله اسطوري. ملك معه تكتيكال ازرق، ضربه اوه عن جد ضربه كتير قوي. خذ اسم جي اسطوري، اسطوري. اوكي اوف والله لبكتني مره.
عقبه يلا. وات نص راسه 83 نص راسه. والله بنص راسه يعني اقل شيء. طب 150 بومب بومب بدمج 90 بنص راسه 80 حلو والله. مكسرة مكسرة على لاق لاق بكت لوس 10 مكسرة وقاعد عم يحطها. انتبه انتبه ابني حرام. شوف وات والله ما بعرف شو عم بيصير. يلا 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 اقتل ابن صح. كفو 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 جد يعني والله انت عن جد كثير مبنك. انا بعرف انا بعرف فوت لجوا مو لا لا اي يلا بالفخ لك الفخ مو لا 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 لك الفخ. الفخ في ارض درج يا الله الحظ. وات 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 شلون شو شلون شو قاعد يصير؟ معلق بالسماء وضرب ما حسبها. واو لا لا شيء مو طبيعي شباب. بما انه في لاك وباكتلوس مرتفع بيضرب ما بيدمج فخالص هالمرة عن جد اخر فرصة. كل مرة بقول اخر فرصة بس عن جد هالمرة خالص خالص ما ضل. يعني شو بدنا نسوي؟ طب البينج ما عم يحالفه فيلا خلص كمل. انا بس ثواني اشرب عن جد لانه عطشت. انا عن جد نشف ريقي. رايح اشربه وبرجع. خليني نوصل هذا المقطع ل 10,000 لايك لاني اول مره جديد على القناه فبتوصلوا توصلوا بزين. اجا المره اخر لازم نجلد بس خسرنا راحه 5,000 بوكس خالص ما ضل مزح كثير والله عشان. طيب خلص اقتل اثنين 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 ايه اثنين بس بس اثنين. واذا ما قتلت اثنين تقتل ما معك موارد ما معك. حاول تطير عليه بالفرد وتضربه. اوه ماي جاد اوه غيرت رأيي. كم كل؟ يا خلاص اقتله وخد 5,000 في بوكس. شوفوا اللاج ومتد. والله عن جد كثير لعيب. لك لك ابني وطير عليه بالفرد. طير عليه بالفرد. ابني أرضية كنت تطير عليه. حلو والله أسطورة. حلو هاي الثاني يلا تيل ثالث و جاء جاء نزله نزله انزل وراك انزل انزل حرام. هيد شوت 200 واخيرا شفنا رقم 200. اي والله العظيم واخيرا شفنا رقم 200 صح. بس يلا 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 مو يلا. كيف هرب كيف هرب كيف هرب كيف كيف ما بعرف ما بعرف كيف هرب. ما فخين الاول ما بيضربه والثاني ما بعرف شو عم بيصير. خلص يلا قتلته قتلته وحش كفو والله قتلته سنايبر 221 متر متت؟ لا يا الله تلحق 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 ستة
أربعة اثنين نط. خسرت. هاد النمشن هاد. خلاص خسرت. يعني حاولنا كتير، عطينا فرص كتير بس ما فاز. خلاص يعني 5000 في بوكس راحت عليه. يا الله. عن جد راحت. شو لك ما هنوبه؟ يا الله المنوب. إجدي. إجدي. هيدفون. يو. عن جد شكرا. عن جد شكرا. اقسم بالله كان ناقصني هيدفون. هات هات هات. مو لك هي. هي إلي. أشلح. عن جد شكرا. تقريبا نفس اللي عندي تقريبا. نزل نزل نزل. اوه ماي جاد. عن جد شكرا. فيك تفتح فيك تفتح شوف. اوه ماي جاد. عن جد شكرا. والله اسطوري. بصير الهيدفون يعني ممكن تكون طولنا بالمقطع او شيء، بس من الاول يعني حتى ما فتحت لكم اياه، حبيت فاجئه وكمان انتم تفاجئوا. يعني عن جد هيدفون ما انه كثير احترافي بس افضل من اللي كان عنده وراح يفيده كثير، هو محتاج هذا الشيء. يعني قلت انه افضل من الفي بوكس، حتى لو ما كنت راح اعطيه الهيدفون كنت راح اشحن له في بوكس اذا ما كان في، حتى لو خسر يعني. بس حلو يعني هيدفون راح يفيده كثير. وخلص اوكي شباب، لهون بنكون وصلنا الى نهايه حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. كان معكم سبايدر وحمزه. وانا عندي طار مو فوز وخسارة ولا راي الصدارة، اصعد بالطيارة تحشيش وشقاوة، شلون العب وقاتل وانترني تفاصل.